اهلا وسهلا بحضراتكم. احنا النهارده هنكمل اللي احنا وقفنا فيه الحلقه اللي فاتت عن دور العلاج الطبيعي في الام اسفل العمود الفقري. وزي ما اتفقنا ان الم الظهر ده عباره عن عرض وليس مرض، وليه اسباب كتير قوي، واحد الاسباب المشهوره جدا اللي هو الانزلاق الغضروفي. زي ما حضراتكم عارفين ان الفقرات القطنيه بين كل فقره وفقره في ماده اسمها الديسك، تمام، عبارة عن ميوكوبولوسكرايت، مادة عبارة عن 70% أو 70% منها عبارة عن مية. هذه المادة بتحاط بألياف من الخارج. لا قدر الله لو أنا شلت حاجة تقيلة أو تعرضت لضغط موجود على هذا الديسك، فبيخرج بيعمل بلج وبيضغط لي على ده بمفهوم عام، بيضغط لي على النخاع الشوكي. بيبدأ المريض بيحس بأعراض غير الألم، في تنميل، ده لو كان في بدايته، في تنميل في عندي في الأطراف السفلية، أو بيدخل في مشكلة أكبر اللي هو اللي يطلق عليه بالمفهوم العامي اللي هو عرق النسا، أو لا قدر الله في تبول إرادي، أو رجلي تقيلة يا دكتور مش قادر أمشي عليها، أو حاسس إن رجلي تقيلة، حاسس أنا ماشي على حاجة زي رمل أو مش قادر أنقل حركة رجلي. بيتفضل المريض مشكورا لهذا الامر عند السادة الزملاء اطباء وجراحي المخ والاعصاب، ويبدا الطبيب يفحص المريض من ناحيه الاشعه الرنين المغناطيسي ويرى هل يستدعي الامر الى وجود تدخل جراحي او دوائي مع علاج طبيعي. يبقى احنا عندنا علاج جراحي وده خاص بجراح العظام او جراحه المخ والاعصاب، أو ينتقل في البداية المرحلة الأولى تدخل دوائي مع علاج طبيعي. بيأتي إلينا المريض بتحويل خاص لدكتور العلاج الطبيعي إن هذا المريض عنده انزلاق غضروفي ويحتاج إلى علاج طبيعي. يبدأ دكتور العلاج الطبيعي بفحص المريض وعمل التقييم اللازم لهذا الأمر، وعمل كيفية وضع البروتوكول العلاج الطبيعي لحالات الانزلاق الغضروفي. حاجات كتيرة جدا موجودة في العلاج الطبيعي، منها تدخل الليزر، منها شد الفقرات والأشعة تحت الحمراء والتيارات المتداخلة والمانيبوليشنز اللي هو تحريك الفقرات، كتير جدا. وطبعا دكتور العلاج الطبيعي بيحاول ان هو يضع بروتوكول تأهيلي لكل مريض، وكل مريض مختلف عن الآخر وكل جلسة تختلف عن الأخرى في وضع البروتوكول لهذا الموضوع. في نهاية المطاف بيتحسن المريض تحسن رائع، الألم بيتلاشى، ويبدأ المريض يتم تأهيله حركيا في كيفية الحركة بدون ألم، ومع طبعا مراعاة، ودي نقطة في غاية الأهمية، السادة زملاء دكاترة العلاج الطبيعي المتخصصين في علاج السمنة ينزل الوزن بتاعه. بيبدأ المريض يتحسن في الألم ويتحرك بدون أي وجود ألم، والتنميل بيبدأ يتلاشى طبعا مع مراعاة التعاون المثمر بين دكتور العلاج الطبيعي مع دكتور المخ والأعصاب أو العظام في تقييم حالة المريض. وانتظرونا في الحلقات القادمة لتوضيح دور العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي والحركي في ألم أسفل العمود الفقري مع أعراض أخرى لا قدر الله مصاحبة لهذا الألم.